يا اخي مشروع واعر والله. لا يا الله لا مقيس يعني شحال كتحس بمطاس اخي؟ كيف جاتك؟ مريم قولي يا مريم صح؟ والله ماشي سهله ايه؟ مريم ماشي سهله تجي تقول لك دواقه هذه صراحه هذه دواقه شنو زيد طلبت انا هذا شطو مخلى قيس ما عنديش معاك كتعرفش في هذا الشيء انت ما كتعرفش في هذا الشيء والله ما عندي معاك لا تنشوف مريم هي اللي كتعرف ها زين صح صح سينا عجبك شي لا مزيان انا ما مريم كتحمق على الحوت بحال باها خضر ياك خضر هو اصلا خضر هذا مخلى مخلى هذا كيعملوه خضر شوفوا هذا عندكم كيكون خضر خضر هو اصلا كيعملوا له مخلى باش كيطيبوه ياك اخاي هذا خضر ما كيطيب ما حتى شي حاجه كيطيب غير فديك الخل والليمون هو اللي كي غير الخل الخل والزيت على الدم كتستنى فوقاش كتستنى غير فوقاش توجد طلع على الدم شويه عليك بنتي بشويه عاد تشوطك شكرا سخونه مريم خليها تبرد مجنونة يلا بصحة مريم كتحمق كروكيتاس قولوا شكرا بصحة راحة مريم شكون فرحة شكون؟ أنا فرحانة بزاف ولا شوية؟ محمد تينا ما فرحانش ها يا علاش العيال صغارين كتبان عليهم الفرحه وبنادم كبير لا مخاوي ها تقرا حتى شي حاجه يا مريم فرحانه ماما شتي الفرحه كيف كتكون لا الله يستر يا ربي المهم زعما انايا شحال نقول لك الدنيا زانزلوس دابا عرفتي عمران غادي يشوفنا عمران غادي يسخف المهم دابا حنايا في مرتين المهم شحال نقول لكم الخوت صراحه مرتين كتحمق والله العظيم الا مرتين دائما عامره دائما المهم صراحه كتجيني فيها الرواج على قصدي يا خويا مفوجة وديما عامرة وسبحان الله حوانت كلشي خدام المهم كلشي فيها مزيان صراحة وبحال دابا بحال اللي تقول لك سخانة ياك محمد دابا حنايا قصدي يا خو نعسة مطفية دابا كلشي دخل بحال في النعاس دابا شمن ساعة محمد دابا العشاء دنات قصدي يا خو صافي كلشي عيدخل ينعس بحالو دابا بالحق تو ربي كيدخلوا على بكري على بكري مساكن ما كاين ما يندار المهم كما قلت لكم الخوت كان عندنا شي شغل حنايا ايوا هي هذيك قلت صرا نوريكم الاجواء دمرتين مع نشارك معكم صراحه عندهم الحوانت هنايا هاد الحوايج كيبيعوا الرخا 50 درهم انا عم شي ندير عديني ديك جوايه وهذا الشارع يا لا غير عن نصور غير عن نوري لهم وصافي الناس اللي ما كيعرفوش الصراحه كاينين الحويجات كيكونوا كنت كنجي في السخانه كنشوف ديك الحويجات ب 50 درهم غير اللي ما بغاش ياكو
والله ما تقول لك لا للشتوى. مريم مريم فين ماشى؟ حبسك قول قدك مريم. ها قدك قدك از موت يا اسمك يا مش يا بلانه تبارك الله الدنيا عامره. المهم عييت كنفتش على ديك الحوايج ديك الحوايج 50 درهم يمكن ما في الشتوى ما عندهم شي فهمت يعني الاثمنه عاديه نحط دائما وصافي. المهم ها هما الحوانت هو ما جبرتش الحوانت 50 درهم. محمد كنقول له لا ما ديت شاورما ولا شي حاجه يا شاورما زاله قلت له شو كيقلب لي الموضوع. كنقول له من ماشي من هنايا كيقول لي ودي من هنايا كنقول له ماشي من هنايا وانا ما كنعقلش على الحوانت والله ما كنعقل. انا كنقول لك ها هو المقطع فينا هو كتقول لي لا في كنت كتقول لي لا ماشي هنا مع الدار. ايوا صح المهم هانتوما معانا هاوما هاوما عندك عندك ما احنا على فالك احنا على فالك هذو كيف تفهم الطريق شو الله يستر يا ربي الله يحفظ الله ينجينا وينجيكم وينجي الجميع ان شاء الله يا ربي. المهم مرتين منوره تبارك الله والله العظيم الدنيا عامره عامره تبارك الله. عاد غادي تشوفوا في الجهه ديال الكورنيش كورنيش اختار تقول لك سخانه محمد يا لا سخانه قلت لك الدنيا عامره بالحق حتى دابا عامره اليوم الاحد ما تنساش اليوم الاحد باش كتكون ما كنعرفو حد ما كنعرفو يا روتين شويه وكتفوز رفيع الهواء ايوا ان شاء بصح 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 توحشتي العرس والله الا لا توحشنا العرس حق الله توحشنا الزرود الزرود والله يسهل على الجمع ان شاء الله يا ربي ما شفناش عرس طلبوا المايك علاش دابا هاد ميني بيتزا مريم كتصق كابو ديالها هاد ميني بيتزا شحال خصك تدوق انا مستانسه خصك كنعد الخمسه ست كنعدهم قد قد دابا تشوفها قرب دابا هادي عاد خدعني انا هادي تخنع مريم واخا ياك مريم سيتوا جبنا لكم وحده لواحد وحده لواحد بحق هذا التعدد شوف الامور صافي ان شاء الله دقه عاد العطات ها انت جا المهم هو الانسان يخسر على راسو ساعه ساعه وصافي هذيك الدركه تاع من الحرقه هذه لا يا انت حرقه يا سينا عرفتها صحه والراحه شنو نسيتي خاصك فينا لا كملنا انا دابا فتوت تعرفش تعرفش حتى التوته ولا التوته صح المهم دابا حنايا في التوته اول مره كتشري هنايا هذا معروف هنايا زعزع تبارك الله ما شاء الله غنخاف قال لي ما بغاش شحال هذا محمد 12 دراهم 12 دراهم وصغير 5 دراهم المهم صراحه معروف هنايا كيكون اللي عنده اللي ما عندوش لابوك ب 5 دراهم 6 دراهم 6 دراهم المهم دابا كبير تبارك الله ما شاء الله المشروع اللهم يسر وصافي حتى انا نعطيكم السلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله ياك مريم عمران عايش شفنا عايش خف استغربتي اليوم اتينا قلت له خاي ما تعصبش صافي قول له دابا جات العطله وخرج ولا يا دابا هذا غيقول لي واش ماشي الظلم يلا دابا انا ما جيلي بحسبي انت ما جيلك بهذا علاش ما
كانت على فراس جينا كتقرز يا وانتينا اللي غتخلص علاش كل واحد ها قلبه كبيره يا علاش شو بيني وبينكم بيني وبينكم والله الراجل مت كيفاش بغات تخرج ما تحتلش على الراجل يعني يلا اسمع يا الصحة والراحة الصحة تستاهل ها هي قالت شي برنامج واقيلا يا والله العادي تبارك الله الدنيا عمرة صحتك صحة مالية زين يا باب العقلاء باب النوادات باب الرواح باب التوت باب التياب الأقصالوم شحال عندها سبعة البيبان الأقصالوم واحدة هنا اللي عنده باب واحدة